أهلا بكم من جديد. وفي جنين المحتلة شيع المئات من أبناء المحافظة اليوم جثمان الشهيد فادي الدربي الذي قضى جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له في سجون الاحتلال الإسرائيلي. رئيس شؤون هيئة الأسرى والمحررين عيسى قراقع قال عقب تسليم الاحتلال جثمان الشهيد الدربي إن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الدولية للوقوف على جريمة الإهمال الطبي الذي تعرض له الشهيد في السجون الإسرائيلية. وأضاف أن ما حصل مع الدربي يؤكد أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج نهجا منظما في الإهمال الطبي للأسرى أدى إلى تفاقم الأمراض الغريبة والمميتة في أجسادهم، حيث أثبتت النتائج الأولية لتشريح جثمان الشهيد أن النزيف الدماغي الذي أصابه ناتج عن مرض غير معروف حتى الآن.